متتابعي قناة الفاس بارس، مرحبا بكم. مدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة تتعرف واحد الحملة ضد تحرير الملك العمومي، الحملة التي تمس مجموعة من المناطق على مستوى مدينة الدار البيضاء. في هذا السياق هذا غادي نطرقوا لواحد السوق اللي كاين في مدينة الدار البيضاء، ويعد من أقدم الأسواق الشعبية على مستوى الدار البيضاء، وهو سوق الشطيبة في مقاطعة سيدي عثمان مدينة الدار البيضاء. هذا السوق هذا يعني بقدر ما هو تيخلق واحد الرواج في المنطقة، وبقدر ما هو تيفتح واحد الفضاء ولا واحد تيشكل مناسبة لمجموعة من الشباب من اجل يعني الحصول على لقمه العيش ديالهم، ولكن تيخلق مجموعه من المشاكل للساكنه المحيطه بهذا السوق هذه. من اجل تعميق النقاش في هذه القضيه دي نستضيف السي شاكر زاهر، رئيس جمعيه بدر للتنميه المستدامه بمقاطعه سيدي عثمان مدينه الدار البيضاء. السي شاكر مرحبا بك. الله يبارك فيك السي بوستا، وكنشكرك على التواصل ديالكم، وكنشكروا قناه انفاس اللي كتواصل معنا، والحمد لله عندها صيت كبير في المنطقه. السي شاكر، كما قلت في التقديم، بين اقدم الاسواق الشعبيه على مستوى الدار البيضاء كاين واحد السوق تاع الشطيبه اللي في هذا سيدي عثمان. واش هذا السوق هذا باقي محتفظ على الرواج ديالو اللي كان معروف، ولا نسبه الرواج قلت شويه؟ لا الحمد لله كثرات دابا، الحمد لله ما بقاش كما محل تجاري، لان دابا سوق الشطيبه كيتوفر على 800 محل تجاري، وتزادوا الفراشات تقريبا الى 400 فراشه، وهذا مشكل اللي دار عائق كبير في المنطقه، وزاد هذا الرواج هو مزيان المنطقه، ولكن ثاني حاجه هو انه حبس الممرات اللي كتمر بيننا وبين مقاطعه بالمسيك، وهذا الشيء ما احوزنا ما كرهناش نزل المسؤولين ديال الجامع الحضري انهم يدخلوا يحلوا لنا هذه المشاكل. شنو المشاكل اللي خالقات السوق؟ هو المشكل لانه حابسين جميع الطرقات، حابسين يعني محاصر السوق، حاصر المنطقه. والمشكل لانه اللي كاين دابا حاليا حاصره اولاد المدرسه، كاين اربعه مدارس، منهم مدرسه للياقوت، مدرسه ابو الحسن، اعداد عبد الخالق، وثانويه المختار السوسي. هذه المدارس اللي عطاتنا اسماء كبيره، من الدكتور المهدي، فاطمه ياسين، محمد حدادي، اخوان طالع الصحفيين الكبار ديال المنطقه، مجيد حضار، مصطفى بيلي، وعطات اسماء كبيره. ولكن هاد الناس حاصروا حتى وليدات مدرسه، ما بقاوش كيزاولوا الدراسه ديالهم. هذا الشيء كيدور بينا كساكنه ديال المنطقه، وكاد المنطقه كتجي كتدهور ثاني. كنتمنى ان شاء الله ان السلطه دير لنا المشروع اللي كانت وعدتنا به ب 2003 هو سوق نموذجي. من حق هذوك الباعه المتجولين، شنو الحل بالنسبه لك انت؟ الحل هو ان كاين المبادره الوطنيه للمشاريع اللي دارها صاحب جلاله. هذه المشاريع في اي سوق نموذجي في الدار البيضاء الا عندهم سوق نموذجي. علاش هذا رئيس المقاطعه يبروا لنا واحد الميزانيه؟ وراه الحمد لله كان 2003 خرجت ميزانيه تباعوا ديك البلاصه. يعني بالنسبه لك هاد الناس الفراشه اللي كاينين يديروا لهم سوق نموذجي اللي يدخلوا ليه الداخل؟ اللي دخلوا به المجلس السابق دارت فكره وحطها. كاين السوق دابا؟ الحمد لله كاين، ولكن باقي ما تبلورش. بغينا نعرفوا حنا علاش حنا ولات حنا راه ربح تروجت واحد 300 ديال الساكنه كنقسموا من البطاله، وكنديروا الاشعال المنطقه ديالنا. الحمد لله عندنا طاقات في المنطقه، ولكن السيد رئيس المقاطعه علاش ما بغاش يتواصل، ما بغاش يحل هذا المشكل ديال السوق ديال الشطيبه اللي تبارك الله اللي عنده 45 سنه. كنتمنى انه يتواصل معنا كجمعيات في النشطه في هذيك المنطقه دي. اشنو هو الحلول ديالكم باش ما يبقاش هذا المشكل؟ الحل هو ما تكتفوا غير بالبيانات والشكايات، وما الحل هو ان رئيس المقاطعه يجي يريح معنا، يجي يريح معنا ويحل معنا المشاكل وديروا شنو الاقتراحات ديالكم نتوما؟ شنو اول تجلس مع رئيس المقاطعه اش تقول ليه؟ اول حاجه ان هذا المشروع علاش ما كملش؟ 2003 خرجت واحد الميزانيه ديالو، علاش ما تبلوراتش؟ حنا هذا هو المشكل بغينا نعرفوا. والناس اللي شراو كنقولوا حنا محلات تجاريه في سوق الشطيبه شكون هما؟ لانه ماشي ابناء المنطقه، حنا بغينا ولاد المنطقه هما اللي يستافدوا، وعاودوا ثاني يديروا لنا واحد مراجعه في المنطقه، ويجيو يحصيو ولاد المنطقه الناس اللي كتبيع 40 سنه وهي كتبيع والان ما عندهاش مكان ديالها، علاش؟ بغينا نعرفوا علاش. يجي الحمد لله راه كاينه مبادره انه يعطينا مشرع وفعل هذا المشروع. علاش غتبقى هاد الهشاشه في سوق الشطيبه؟ وعلاش غيبقى هاد السوق هذا محاصر المدارس ومحاصر لا سيركيلاسيون ديال لونتوراج ديال مقاطعه سيدي عثمان؟ هادشي كيزيدنا اننا كيولي عندنا واحد الياس، اننا كنقولوا علاش حنا ديما حنا عندنا هاد المشاكل في المنطقه، علاش هاد رئيس المقاطعه ما كيتواصلش معنا؟ وكان رئيس المقاطعه قلت لي راه فتح واحد اللقاءات تشاوريه في البدايه تاع التجربه هادي، فتح جمعيات وكذا، واش انتم ما انخرطوش في هاد اللقاءات؟ لا انخرطنا، ولكن حبس ما عرفناش علاش حبس، هو مشى واحد الاتجاه اخر لي رياضي ونسى المنطقه. لان اول حاجه هو خص يحل هذا المشروع ديال الشطيبه، لان علاش كضم واحد 300 فراش ولا 400؟ هذا راه مشكل ديال البطاله كبير، ان الدري ما كيقراش غدا كيمشي يحط فراشه. الانفراد انت انك قالوا لك اجي نحل لنا هذا المشكل تاع الشطيبه، شنو هي الفكره ديالك؟ شنو الاقتراح ديالك؟ اول عندي في اول فكره
اول فكره عندي غنبني واحد المشروع غنريح مع الناس نعرف شحال ديال البائع المتجولين والاحصاء تاع البائع المتجولين كان داروا عون السلطه والحمد لله لقى نجاح ولكن ما جات مشاكل مرض كورونا واللي حبس هذا المشروع الحمد لله جاوا داروا الاحصائيات الحمد لله وخذوا لنا لي كارت ناسيونال ديالهم وحصاوهم والحمد لله قلنا غيتحل شويه دازت 4 سنين بحال ما تتحاولوش نتوما ديروا غير على الاقل واحد التنظيم لهذا السوق هذا يعني واحد الوقت محدد يبيعوا الناس وواحد الوقت يخليوا الحركه تما كاين ما كاينش كاينين بعض الناس الله يهديهم انهم ماشي ولاد المنطقه جايين بحال ولا كنقولوا حنا ولا كيبيعوا البلايص وماشي هادو ماشي ولاد منطقه وهادوك اللي كيجيو حتى هما كيستغلوك البلاصه ماشي ولاد منطقه اما ولاد المنطقه كيبيع وشري كيوصل الوقت ديالو كيجمع مسائله كيمشي لدارو اما واحدين ولاو كيحطوا لك الماتيريال ديالهم كيبقى نهار كامل بانهم هما ولاد المنطقه واستغلوا هذيك الشارع الزقه 72 انهم استغلوها انهم حاصروا حتى الناس مساكن كيبغوا يمشيو للمدرسه ما كيقدروش شنو المعاناه هي شنو نوع المعاناه اللي تعانيو الناس اللي كاينين ساكنين تما ساكنه تتم اول حاجه النفايات ثاني حاجه كيلا بالضاله كتبات تما وثالث حاجه ديال الناس ولات كتنعس تما الناس كتحاجه كتبيع وتنعس تما وكتنعس تما ولو دارينا ما قرد السكنه ديالهم وهادشي كيضرب الساكن وكيضرب المنطقه ونشوف فتحتوا قنوات الاتصال مع السلطات مع هذا ولا قدمتوا شكايات يعني قدمنا الحمد لله شكايه السيد العامل مقاطعه عامل موارد السيد اسمن واصلوا الميساج السيد رئيس مقاطعه واصل الميساج عارفين هذا المشكل ما كندوي مع الناس المنتخبين كيقول لك لا السلطه ما يمكنش ان السلطه دير كل شيء راه الحمد لله راه كاين واحد الميزانيه كتبلور من عند مجلس المدينه تقريبا واحد سيوله كبيره علاش ما تبروش في هذا السوق وتحل هذه المشاكل راه 300 فراشه راه غتنقد لك 300 بيطالي الا ما حليناش هذا المشكل راه كتزيد كتفاقم هذه البيطالي غير الاسواق الكبرى تتحسب على مجلس المدينه ماشي على المقاطعه وانتم واش درتوا شي اتصال مع العمده تاع المدينه لا العمده ما كنتصلوا به عمر ما تواصلت معنا ديما كنتصلوا به ولو عطاتنا فكره حال حبه واخا تقول لنا ميساج انا غنتكلم لكم مع رئيس المقاطعه وشرحوا لي الامور حتى الان ما كتجاوبناش في الهاتف ديالها سي شاكر شكرا جزيلا على قبول الدعوه متابعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله